السمنة ظاهرة غذائية تعكس سوء التغذية لدى شريحة واسعة من المجتمع ممن تورطوا بهذا المرض المترتب عن تناول وجبات سريعة غير صحية وبشكل مفرط. العينة من ولاية برج بوعريريش. النظام الغذائي نظام غير صحي بالنسبة يعني للجسم الإنسان، هكذا يروح برا هكذا ريستورو ياكل طبسي مقارون سباغيتي زوج خبزات ديك تما راه يضر في الجسم تاعو، ياكل سباغيتي ولا مقارون ولا لوبيا ويزيد معاه الخبز عجائن، يزيد في الوزن تاعو يولي ما يقدرش يمشي يولي ما يقدرش كرعيه يولي ديرونجا. اختلال في السعرات الحرارية التي تدخل الجسم والسعرات الحرارية التي يحرقها الجسم، ومن أهم أسباب السمنة هي الوجبات السريعة، السكريات مرتفعة السعرات الحرارية، الخمول عن ممارسة الرياضة، الخمول عن ممارسة أي نشاط رياضي. تختلف الأسباب وتتعدد مسببات السمنة من شخص لآخر، وتتداخل فيها عدة عوامل فيزيولوجية، غير أن هؤلاء المصابين بالسمنة لم يجدوا منفذا للتخلص منها إلا بممارسة الرياضة. عانينا من السمنة المفرطة حيث كان الوزن 130 كيلوغرام، وعانينا من أمراض اللي كانت في بداية تاع التليف الكبدي. اتجهنا للرياضة وللحمية الغذائية باش نقصنا البوا. السبب اللي خلاني نولي هكذا ناكل ما نحسش، ناكل الزيت، ناكل اللي جات، اكل خفيف سياري كما تقولوا نورمال، كما نقولوا ناكلوا باك نلقى ناكلها ما على باليش كيفاه، حتى لقيت روحي سمير. عندي صحابي هكذا يونطريني فوت، يونطريني لانا ميسكيلاسيون عند لونترينور فاتح، شتهم طلعوا اللي كان سمين بدا ينقص لي، المهم هزوا صحتهم شويه، قررت باش ندخل. تروح تكره سمين، تكره كما نقولوا، تروح الدور تجينا تبلك على لبسه تعجبك ما تشريش بزاف عواج. العقل السليم في الجسم السليم، فقبل ان نعتني باجسادنا وجب ان نختار غذاءنا بعنايه، غذاء يكون صحيا غير ضار. ممارسه الرياضه والابتعاد عن تناول الاكل السريع بشكل نهائي للقضاء على السمنه والتقليل منها.